السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. شنو مخالفته؟ عزام الامان. والله عدتونا من المدار. لا والله هسه طلعنا بعد. زين. هاي بعدنا بس افترينا. تعرف انه المفروض ارتداء حزام الامان مجرد ما شغل ال زين انت مو عندك مشكله ثانيه. الحكي بيناتنا. شنو يب رايك؟ يلا استعين بصديق. زين ليش رابط حزام الامان على مد الصوت او الجرس؟ لا هاي هو يتحمل بس. شنو السبب؟ السبب حتى ما يضل. زين اذا انت منزعج وغاثك الموضوع ارتدي حزام الامان وتجنب الصوت وتجنب المرور، صح لوني غلطان؟ نصيحتك الى نفسك والى اخوانك سائقي المركبات بصوره عامه. والله لازم يعني يلتزمون بتعليمات صوتك. يلتزمون؟ علي لنا صوتك. لازم يلتزمون بتعليمات المرور. ربي يحفظك، انا شريت منك. تنزل. ترتدي حزام الامان وتجنب نفسك المخالفه. وارتدي ايضا حزام الامان. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة. ربي يحفظك. نساعدك.